اليوم راح تكون فقرة الأسئلة. مرحبا. اليوم راح تكون فقرة الأسئلة. راح أبلش بالأسئلة. يعني راح أختار الأسئلة اللي عن جد ممكن أو طيب. السؤال: كيف كانت طفولتك بالمخيم؟ يعني عادي زي طفولة إنسان عايش. حابب فكرة إن الناس تعرف عنك وعن تاريخ فلسطين. بصراحة بالناس كتير تعرف أشياء ما هي ما بتعرفها. في كتير ناس ما بتعرف إيش عن المخيمات. في كتير ناس ما بتعرف إيش عن القرى المهجرة وأشياء كتير موجودة في فلسطين في ناس ما بتعرفها. خاص نص أهلنا يعني بالشتات بشكل عام. حابب أوصلهم فكرة كتير حلوة من عن طريق اليوتيوب. يعني وين بتشوف علاء بعد 4 سنين؟ يوتيوبر. بصراحة يعني بعرفش ما عمريش تخيلت إيش ممكن أكون بعد 4 سنين. عملت فحص للكورونا؟ لا لأنه معيش كورونا. شو منيتك بالحياة؟ هسا حرفيا شو بتمنى أوصل هذا الرقم هون. يعني أحلى إشي بعمله هسا تاني إشي بعد الدارون. يعني أكيد طبعا أكيد في تجارب سابقة كانت بحياتك. شو كانت أصعب تجربة؟ تعمل إشي وعن جد مش قادر، عن جد مش راح تعرف تعمل هذا الإشي. يعني عم بتحس إنه كل إشي صعب بيكون حواليك بس عن جد فيش إشي صعب. هدفك بالحياة؟ محدش سألني هذا السؤال لأنه راح أجاوب نفس الجواب. يعني احكي لنا أكثر عن مخيمات فلسطين وشو فرقهم عن مخيمات سوريا ولبنان وأي جواز تحمله وبتحكوا عبري بتقدر تدخلوا بتقدر تدخل للداخل. أوكي بدي أحكي عن مخيمات الضفة. هلا في ناس كتير بتعرفش إنه في مخيمات للضفة أو من برا مش ضروري من هون. بفكروا إنه الناس اللي تهجرت من بلادها بس طلعوا برا. لا في ناس موجودة جوا فلسطين جوا مخيمات فلسطين اللي هم الناس اللي عايشين مخيمات المدن اللي في الضفة زي نابلس وقلقيلية وطول كرم وجنين ورام الله إلى آخر. معنا جواز فلسطيني عادي وبنقدرش ندخل على يافا وعكا وحيفا والناصرة ولا بنحكيش عبري. مش ندخل للداخل إلا لا يكون معنا تصريح. تصريح بيطلعش لأي حدا. ليه ما بلشتش من الأول باليوتيوب؟ بصراحة كنت كتير متردد وبعرفش يعني بس خلص ما حسيتش إنه تمام أبلش بهديك السنة أول ما طلع الموضوع في راسي. بس هسا يعني بقدر أحكي إنه أنا كتير مبسوط إنه أنا هلأ عم بعمل إشي على اليوتيوب. على فكرة أحلى بطاقات كل شيء في فلسطين ضايع وصور المعاناة على قناتك. صراحة مش عارف إذا ممكن أقدر أغطي كل إشي في فلسطين بس راح أحاول قدر الإمكان. عن جد أنا كتير حابب هلأ تخلص كل الإشي اللي إحنا عم بنمر فيه حاليا وأبلش أصور برا مش بس أصور هنا في البيت. حكينا أكتر شو يعني 2%. ليش يعني ليش؟ بشرف انا جبت من جماعه شغله 2% اللي ضل يبعث لي اياها. مره نزلت صوره شهادتي على الانستغرام انا برياضيات جبت 2%. خلاص يعني اوصف حالك 3 كلمات: منيح وطيب مش احسن مني. من وين جايب خريطه العالم؟ صراحه خريطه العالم شريتها من البالي. كانت ملزقه عند واحد جوا محل وضليت كتير حاب اني اشتريها وضليت وراه لبعني اياها ب10 شيكل. ضحك علي. المفروض اشتريها ب5 شيكل. اسوأ شيء مريت فيه بحياتك شو هو؟ اسوأ مرحله مريت فيها بحياتي اللي هي كانت بين فتره ما خلصت توجيهي يعني من 2014 تقريبا ل من 2014 ل 2017 2018 هيك تقريبا اسوأ مرحله هاي. بعرف انك عامل كم من تاتو بس لو حكينا كنت تكتب جمله. اكثر جمله حابه اعملها تاتو اللي هي اللاجئ ليس عدوك عدوك من جعله لاجئ. يعني كثير بحب هاي الجمله. لوين حاب توصل لاي طموح يعني ولاي مستوى؟ حاب اوصل يعني مستوى اقدم اشي كثير حلو وكثير الناس تحضره وكثير يعني المحتوى اللي انا قاعد بقدم فيه الناس تعرفني وتحب الاشي اللي قاعد بقدمه ويكون الناس كثير مبسوطه على الاشي اللي بقدمه. استعدت نط من الطياره بباراشوت. صراحة عندي خوف من المرتفعات بس بحب أجرب هاي التجربة عن جد. شتا ولا صيف؟ يعني شوفي شو هي الأشياء اللي مستحيل تاكلها؟ المصارين في أكل اسمها كشك والروس في كمان الورق مش الدوالي نفس الدوالي بنعمل بس بعرفش ايش اسمه. كتير بحبوش. ايش عندك مواهب بنعرفها عنك؟ انا بدبك كنت العب سكيت بورد وكنت ارقص بريك دانس مع اصحابي. كنت
بتلعب فوتبول؟ انت شخص بدوتي ولا شخص بتحب يطلع اكتر؟ هيك وهيك صراحة. يعني في مرات كتير بكون حابب اقعد في البيت، وفي كتير مرات بحبش اقعد في البيت بالمرة. شغلة المفضلة الفلسطينية، شغلتك الفلسطينية المفضلة؟ اكيد مسخن، يعني لا يعلى على مسخن الفلسطيني. كم من اخوة واخوات عندك؟ عندي 3 خوات و3 اخوة، انا اصغر واحد فيهم. عمرك تعرضت لتنمر عشانك لاجئ؟ يعني في كم من موقف صاروا بس بحبش احكي. وفي كمان كتير كومنتات بكره بشوف على الفيسبوك لما بتصير مشاكل بين اهل المخيم واهل المدن، يعني بشوف حكي كتير سيء على اهل المخيم. كل الناس بتعرف انه باي مكان بالعالم في ناس مش كويسه، فالمخيم مش اشي مش كويس. مين بيساعدك تصميم الدارون؟ شو تخصصك؟ انا مش دارس الفوتوشوب، تعلمته من انا وصغير، يعني من 8 سنين مش من انا وصغير. اللي بيساعدني بالتصاميم عبد منصور صاحبي. في كمان اللي صاحب المالكي، تحية للمالكي. وفي صديقتي شدا، يعني شدا شكرا كتير على اخر الديزاين اشتغلت لنا اياه. شو فكره الداروين؟ بصراحه مش احكي كتير عن الداروين، بس راح احط لينك في الديسكريبشن تقدروا تحضروا الفيديو وتفهموا اكتر عن الداروين. هدفك بالمرحله القادمه؟ هدفي بالثلاث سنوات هاي لسه حاليا راح تمشي اقدم اشي ومحتوى كتير حلو على اليوتيوب والناس تنبسط عليه تفاعل معه. يعني بعد 3 سنين او بعد 10 سنين حب لقدام انه الداروين يضل شغال ويصير براند معروف عالميا، يصير لنا محل يعني هنا من المدن الموجوده بالعالم. اشي نفسك تغيره بحالك؟ ابطل انام كتير وابطل مهمل اكمن شغله. في ناس رح توافقني هذا الراي. معلش شوف الكاميرا والمايك اللي تستخدمهم بالفيديوهات. رح اصور لك الكاميرا والمايك. الكاميرا نوعها كانون G7X مارك 3، والمايك بعرفش صراحة هذا هو المايك اللي بستخدمه. فيديو مايكرو بعرفش هي الاشي. شو اللي دفعك تقرر تترك بلدك وتروح تسكن مخيم؟ يا جماعة أنا ما كنتش ساكن بيافا، أنا ستي من يافا وتهجروا هنا، وأنا انولدت بالمخيم بس الأصل يعني من يافا. معلومة يعني لازم مهمة هاي. أنا هيكون مطلوب ومنادي على الحداد والنجار والسجار. إيش في أكل عمرك ما جرى أكلتها بس تسأل تجربها؟ يا جماعة أنا نفسي أجرب الأكل الهندي. يوما ما أنا 3 أمنيات رح تحقق. شو هم؟ 3 أمنيات إني أسافر على كل دولة بالعالم، يصير عندي محل باسم الداروين، يعني مش ضروري محل في فلسطين أو بشكل عام بأي دولة. هاي أمنيتي بالحياة إني أقدر أعيش بيافا بس لو شهر واحد. قصتك مع الفشل حسيت فيه مرة وليش وكيف تخطي؟ بصراحة مرحلة ما 2016 2017. نعم هاني جاي أوج بعرفش. لا والله ما بعرف. شو قصتك مع الفشل حسيت فيه مرة وليش وكيف تخطيته؟ سنة 2016-2017 كنت عم بحس بهذا الشعور كتير، وكان دائما يعني بس تخطيته بتحكي من سنة وشوية، وشعور حلو انك تطلع من هاي المرحلة. بس الفشل هو اللي بخليك توصل لهاي المرحلة اللي انت هلأ فيها بالنجاح وايش الواحد بيسوي بحياته. ما جاي على الأردن من الآخر بدك تيجي صراحة عامر؟ ولا أنا كتير نفسي أجي على عمان. يعني أكتر إشي عن جد بحب أحكي إنه آخر سفرة طلعتها على عمان كانت أحلى، عن جد كانت أحلى مرة طلعت فيها على عمان، يعني لا توصف سفرة عمان. عن عمرك زرت القدس؟ بصراحة زرت القدس مرتين، مرة رحت على القنصلية الأمريكية ومرة تانية نزلت تهريب عشان أروح يافا، بس هاي لما كنت في القدس. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. عطوني جائزة نوبل عشان رفض. كم مرة بالأسبوع بدك تنزل فيديوهات؟ بفكر أنزل كل أسبوع فيديو بهاي المرحلة اللي إحنا هلا الكل في البيت والوضع اللي قاعد بيصير، بس بالمرحلة اللي قدام بعتقدش إني أنزل كتير فيديوهات، يعني راح يكون الإشي كل أسبوعين أو كل 3 أسابيع، لأنه صراحة اليوتيوب كتير صعب وإنك تمنتج فيديو عن جد كتير أصعب. بصراحة مش عارف كيف أنهي الفيديو، بتمنى بس إنه يكون الفيديو عجبكم، اعملوا سبسكرايب للقناة وحطوا لايك للفيديو إذا عجبكم، حتى لو ما عجبكم مش اعملوا لايك، وبتمنى الفيديو الجاي يكون أحلى. بيس. وقفني جندي قال لي سير صع سير صع سير صع، تخيل بعد بقال لي وقف قال لي سير صع سير صع، وأنا ودي أخلي الدنيا تشدي، ارصع سير صع تخيل ودي أخلي الدنيا تشدي.